Okay, assalamu alaikum. This is removable orthodontic appliances, higher part three. السيريز مالتنا لحد الآن هن ثلاث محاضرات وراح تنضاف لها محاضرة الرابعة اللي هي ضمن محاضرات الريموفابل orthodontic appliances. أهم شغلة طلابنا أريدكم تركزون عليها أثناء الريموفابل orthodontic appliances، إحنا دا نحكي هسه حالياً بالريموفابل appliances. أوكي؟ أي شيء دا نحكي هو يطبق على الريموفابل appliances. بعض الشغلات اللي راح نحكيها اليوم ماشي اللي هي فيما يخص الانكورج مالتنا حيكون يطبق هم على الفيكست ابلاينسز، فهذا راح نحكي بهسه المحاضرات هذين، وعندنا محاضرات مال فيكست ابلاينسز. اوكي، هاي من المحاضره السابقه، تذكرون من حكينا على التايبس اوف انكورج. اوكي، تايب اوف انكورج حكينا على الانترا اورال، ممكن تكون انترا ماكسيلاري وانتر ماكسيلاري، ممكن يكون سمبل ستيشنري وريسيبريكال انكورج. الاكسترا اورال حكينا عن سيرفايكال اوكسيبيتال كرانيال فيشل، هاي راح نحكي عليها اليوم. بالنسبه للسبيس افيلابيلتي اللي هو مينيمال مينيمم وماديريت وماكسيمم ابسوليوت انكورج، هذا ما راح نتطرق للموضوع لان متشعب جدا هوايه، وهذا ترى مستوى يعني مستوى دراسات عليا، ماكو داعي احنا ندخل بهذا الموضوع. اما بالنسبه للسنجل والكومباوند والريينفورست، هذني هم راح نحكي بهن اليوم. اوكي، اذا محاضرتنا اليوم راح تحكي عن الاكسترا اورال اللي هم السيرفايكال والاوكسيبيتال والكرانيال والفيشل، وراح نحكي على السنجل والكومباوند والريينفورست. بالنسبة للكلاسيفيكيشن اوف انكورج اكوردنج تو سايت انفولد، احنا حكينا انه اكو فد شيء اسمه انترا اورال واكو فد شيء اسمه اكسترا اورال. الانترا اورال هنا الانكورج يونت ماشي راح تكون داخل الاورال كافيتي، من اسمه انترا اورال اذا هي داخل الاورال كافيتي. يعني شنو الاساس اللي راح اني اتزن عليه او اثبت عليه على مود انه احرك الاسنان اللي اريد اني احركها؟ ممكن اعتمد على الالفيلار بون، ممكن اعتمد على التيث اللي نسميه نبات الانكورج يونت، هذين التيث نعتمد عليهم، ممكن نعتمد على البيزل بون، ممكن نعتمد على الكورتيكال بون، ممكن نعتمد على المسكليتشر اللي هن العضلات اللي موجوده انسايد البيشنت ماوث. اوكي، احنا لما يكون الانكورج موجود inside the patient mouth راح نقول له اكيد هو intraoral، وحيكون outside the patient mouth راح يكون extraoral. اذا الشغلات الخمسه اللي احنا دائما نحكي عليها ونجيب الانكورج من عندها ماشي اللي هي من الالفيلار بون، بيزل بون، كورتيكال بون، مسكليتشر والتيث. لازم تعرفون انه اكو فرق ما بين الالفيلار بون وما بين بيزل بون. الالفيلار بون هو البون اللي يكون ماشي around الteeth. اوكي، البيزل بون اللي هي البون الاساسي اللي هو الماندبل نفسه. الماندبل اكو بي بيزل بون الاساس مالته، وبعدين تطلع من عنده اللي هي الالفيلار بون، والالفيلار بون يكون يحضن الروس مالتيث. اوكي، بالنسبه للكورتيكال بون، الكورتيكال بون يختلف عن ال other types of bone، لأن تعرفون طبعا الكورتيكال بون ما يكون سبونجي، يكون كومباكت قوي كلش. هذا الكورتيكال بون نقدر نعتمد عليه ونثبت عليه الانكورج يونت ماله. اما بالنسبه للاكسترا اورال انكورج، هسه راح نحكي عن صور عليها. احنا هنا اليوم موضوع مو متشعب كلش هوايه، احنا نريد نركز على المصطلحات. هنا نريد الطالب الطب الاسنان يعرف شنو معناته انكورج، يعرف شنو معناته انترا اورال، يعرف شنو معناته اكسترا اورال، وشنو الاجزاء مالتها بدون شرح. احنا ما ندور على الشرح والاضافات الطويله لان هذني شرحهم كله صعب. انا اصلا قلت لكم الانكورج نفسه هو مصطلح صعب فهمه ماشي، فلذلك انا ما راح اتفرع به لشغلات انتم ما حتحتاجوها اصلا بحياتكم، لا العمليه ولا النظريه.
فبالنسبة للإكسترا أورال أنكورج، هنا الأنكورج اللي راح نستخدمه outside the oral cavity. ممكن نستخدم cervical, occipital, facial and muscular. بالنسبة للcervical هنا راح يكون نعتمد على cranium. هنا اكو occipital bone موجود، راح اشوفكم صورة عليها. هذني الابلاينسز، هاي orthodontic appliance ده نستخدمها. هنا نجد نعتمد احنا، واضح مالتي البوينتر بالنسبة لكم؟ تمام، بتلاحظون هاي الحزام الموجود هنا، هذا الباند الموجود هنا، هذا الباند هو الانكورج يونت، وهذا الكاب ماشي، هذا نسميه الكاب اللي دا يجي على التشين، هذا نسميه اللي هو هاي بول هيد جير. اذا تلاحظون هنا هذا احنا شنو الهدف هنا؟ نوقف الماندبل على انه يطلع لي قدام. يعني اذا تلاحظون هنا هاي الفورس راح تجي بهذا الاتجاه اللي هي طالعه من الكاب، راح تجي بهاي الاتجاه، اريد فت فورس معاكسه لها وبنفس القوه، هذا نفس الشيء دا يثبت لي هاي الفورس بالعكس. اوكي، فذني متعاكسات. الموفينج يونت اللي هي هذه، الموفينج يونت اللي راح تتحرك اللي هي هاي، والانكورج يونت اللي نستخدمها اللي هي الاوكسيبيتال انكورج اللي هي سميناها الكرانيوم الاوكسيبيتال انكورج. اذا هذا مثال على اوكسيبيتال انكورج، هذا بدنا نحكي به كله هو اكسترا اورال. اوكي طلابنا، اذا هذا مثال، المثال على الاوكسيبيتال انكورج اللي هو هاي بول هيد جير. اكو شيء اسمه هاي واكو شيء اسمه ميديوم، راح يكون داير مداير الراس، واكو شيء اسمه لو بول، هاي ميديوم ولو. هسه راح نحكي عن اللو بول همينة. هذا بالنسبه للكرانيوم. اوكي، هذا طبعا اكو واحد، اكو ريستريكت الماكسيلاري جروث، ريستريكت الماندبيولار جروث، هنا اكو انواع من عندهن، بس هي الفكره بالموضوع انه بدنا ناخذ الانكورج مالتنا من الاوكسيبيتال بون. اوكي، اكو السيرفيكال، السيرفيكال هو انكورج فروم سيرفيكال اور نيك ريجن اللي هو مثل هذا. تلاحظون هنا الابلاينس هاي اللي انسايد البيشنت ماوث، وهذا الانكورج مالتنا. هنا الفورس تتحرك من يا اتجاه، تتحرك بهذا الاتجاه، هاي يعني شويه مو واضحه، هنا اوضح، حرك بهذا الاتجاه، وهنا الاتجاه المعاكس اللي دا يصير اللي هو دا يثبت لنا الانكورج. انا ليش دا اخلي سهمين؟ اكو احد يعرف ليش اخلي سهم هنا وسهم هنا؟ ليش هنا سهم وهنا سهم؟ السهم الأول هذا الفورس اللي دا تصير على الأسنان، والسهم الثاني هو الأنكورج اللي دا يوفره الإكسترا أورال أنكورج مالتنا اللي هو السيرفايكال أنكورج. أوكي، فهنا إذا تلاحظون أنه هذني على حسب قانون نيوتن الثالث ماشي، for every action there is an equal and opposite reaction، لكل فعل رد فعل مساوي له في الاتجاه، مساوي له في القوة معاكس له في الاتجاه. اوكي، هذا السيرفيكال انكورج اللي قلنا عنه. اما بالنسبة نوبات ناخذ انكورج من الفيشال بونز، اكو في شيء اسمه فيس ماسك. اوكي، هنا دا ياخذ هذا الانكورج مالتنا من الفيشال بون. شنو الفيشال بون؟ هذه البون مثل ما تعرفون الفرونتال بون، وهاي من هنا التشن. اوكي، وتلاحظون هذا اللي صاير انسايد الماوث هنا، خلي ارسم لكم اياه، هذا المكان انترا اورالي اكو لاستيكات ماشي، دا تدفع الماكزيلا انتيريرلي. اوكي، فهذا تخيل هنا الاسنان تتجه باتجاهك الك، يعني الاسنان طالعه باتجاهك،
وهذني البارتس هذا البارت وهذا البارت هو يمثل extra oral anchorage. تمام؟ إذا إحنا دا نعتمد على الفيشيال بون اللي هم هاي البون وهذه البون على مود نحقق شنو الفورس الأوبوزيت أو اللي هي الأنكورج اللي دا نحكي عليها الأنكورج مالتنا بس شنو extra orally. إذا دا نستخدم إحنا appliance إضافيا نخليها بالpatient mouth على مود تنطيني extra oral anchorage. أوكي؟ إذا اللي دا يتحرك الموفينج من أسألك أقول لك الموفينج الموفينج يونت شن هي راح تجاوبني هي صايرة انترا أورالي راح أقول لك الأنكورج يونت بهاي الصورة شنو راح يكون راح تقول لي إذا إكسترا أورالي الأنكورج احتمال يجي هذا سؤال okay. بالنسبة للمسكليتشر اللي ده نستخدمهم اللي هم الهايبرتونيك لابيال ماسكليتشر اللي ده نستخدمهم اللي هو مثل هذني مثل هاي الابلاينس هاي الابلاينس اسمها ليب بامبر اوكي اذا تلاحظون هنا هاي الابلاينس اللي موجوده هاي ما تسوي تاتشنج للتيف اوكي هاي الابلاينس هي اسمها ليب بامبر هاي الابلاينس تحاول دائما تبعد الليب هاي ذاكريها احنا قبل ومر علينا ماشي بس هسه حن شويه نشرح في شيء بسيط عنها هاي الليب اللور ليب هنا لانه هايبرتونيك وقويه فتدفع الاسنان هذني توديهن لينجوالي وده تسوي لي بيهن انه لينجوال ريتروكلينيشن اوكي يصير بيهن ريتروكلينيشن هاي الابلاينس ايش راح تسوي راح تسوي انه تحمي الاسنان من الفورس اللي جايه من الليب. هسه راح تسالوني هذا الموضوع شنو له علاقه بالمحاضره مالتنا؟ ماشي؟ راح اقول لك هنا الابلاينس هاي الموجوده اوكي؟ دا تلاحظ الفورس اللي هنا جايه من الليب؟ هاي من الليب ركزوا لي هنا بالفورس هاي. راح اخليها لون جديد. تشوفون هاي الفورس اللي هنا هاي الليب راح تنطي فورس بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه هذني الاتجاهات مال فورس مال الليب طبعا الليب تضغط باتجاه اللينجوال سايد واضحه عيني البوينترات هذني حطيتها تمام هاي الفورس راح تتركز على يا اسنان راح تتركز هنا شوفون هذه هنا هذا البارت وهذا البارت هذني راح تتركز عليهن الفورس فهذني الاسنان الموجوده راح تحافظ على مكانهم راح تشتغل وكانما انكرج شلون هاي اللي تشوفوها هنا هذني الاسنان هذني راح يعتبرن انكرج اوكي الليب راح تشتغل بهذا الاتجاه ماشي بهذن الاتجاهات والاسنان راح نقدر نحركها بحريه هنا أنا باستخدام هذا الابلاينس اوكي فاذا شنو الفكره هنا أنا؟ الفكره هنا أنا ان هذا الليب بامبر ده يدفع الاسنان لينجوالي فاحنا ده نحميه بهاي هاي البار هذا الموجود الليبيال بار هذا اوكي ثاني شغله عندنا انكورج صاير بوستيريور اذا هنا الانكورج مالتنا اللي دي يفيدنا هو الليب الليب ما تضرنا هنا دي تفيدنا ليش دي نستخدم هاي الابلاينس على مود تفيد نفترض هاي الابلاينس ما موجود احنا هاي الابلاينس ما حطيناها للبيشنت مود اوكي ايش راح يصير الليب لانه هي قويه وهايبرتونيك ايش راح تسوي راح تسوي انه هذني الاسنان راح ترجعهن لي ورا فيصيرن ريتروكلايند هذني الاسنان اوكي قبل يصيرن ريتروكلايند باتجاه التانك اوكي فاذا احنا هذه الابلاينس فادتنا بشغلتين اول شيء حمت الاسنان اللور انسايزرز من الريتروكلينيشن وثاني شغله
سوت لنا انكورج بالبوستيريور بارت مع الاسنان. فاذا هسه من اريد اخلي هسه ابلاينس ابر او لور اني تفيدني هذني الاسنان، هسه الاسنان ذني ثابتات 100% باستخدام ده نستخدم احنا شنو ده تستخدم الليب مال بيشنت، اذا ده نستخدم المصل مال بيشنت، فلذلك هو ماسكولوم. اوكي ماكو اشكال، ماكو زميلكم دا يسأل دا يقول هاي تسوي ريتروكلينيشن لو ريتروجن، هذا اللي افتهمته من السؤال. وات ايفر ذا كيس ريتروجن تسوي ريتروكلينيشن، واذا تريد شويه جواب ادق نسبه الريتروكلينيشن اكثر من الريتروجن راح تصير باللور انتيرير تيث. ليش؟ لان هاي الليب اذا عفناها تشتغل راح تشتغل على الانسايزال بارت مال انتيرير تيث، هذا طبعا شرح اضافي ما مطالبين به، راح تشتغل على الانسايزال بارت مال انتيرير تيث وراح تخلي التيث تروح لينجوالي، بس وين؟ من جهه الانسايزال ايدج، فحيصير اكو فت كومبوننت ريتروكلينيشن وجزء بسيط حيدفع الاسنان ككل يسوي لها ريتروجن. اوكي من يعرف ريتروكلينيشن هي السبب هاللب؟ اوكي زميلكم دي يسأل احمد دي يسأل دي يقول احنا شلون نعرف المريض شلون يعرف انه دي تسوي ريتروكلينيشن هي السبب اللب انه ريتروكلينيشن؟ لا هاي احنا نشخصها، احنا من يجينا البيشنت راح نشوف انه اللور ليب مالته هو هايبر اكتيف او هايبرتونيك يسموها، فلذلك على هذا الاساس راح نستخدم هذه الابلاينس، لان حنشوف وحده من السيمبتومز مال هايبرتونيك ليب. اوكي حيسوي لي ريتروكلينيشن باللور انسايزرز وبروكلينيشن بالابر انسايزرز. اوكي فاحنا مو راح نسوي دايجنوسيس هاي الحاله، وعلى هذا الاساس راح نسوي هاي الابلاينس اللي اسمها ليب بامبر. زميلكم محمد اها حلو سؤال يقول هنا أنا مو استخدمنا الاسنان كانكورج، هنا أنا شنو صار عندنا؟ الانكورج الاسنان اللي موجوده هنا أنا. الانكورج ده يجي من الليب مالته، اكو فورس جاي على الليب مالته. اوكي فالليب هي اللي ده تنطي الفورس مو الاسنان. اكشلي الليب هي ده تحرك البوستيريور تيث بالمناسبه، ده تحركهم ديستالي، ده تحركهم بهذا الاتجاه. اوكي تتحركهم بهذا الاتجاه، بس هي مو كلش قوية على أنه تقدر تحرك هذني الأسنان. بس شنو الفكرة بالموضوع؟ أنا هاي الأسنان شنو أستفاد من عدها؟ المولارات هنا اللور مولر شنو أستفاد من عدها؟ راح أستخدم مثلا اللي حكينا عليهم مثلا كلاس 2 إلاستيكس بالمحاضرة السابقة، من حكينا كلاس 2 إلاستيكس هو يمتد من الأبر كناين لللور مولر، فإذا إحنا راح نعتمد بهذا الموضوع انه الكناين الابر هو اللي راح يرجع مو اللور مولر راح يصعد اللي قدام، ما راح يطلع اللي قدام، هن هذني راح يكون ثابتات. ليش؟ لان ماخذات الانكورج مالتهن من الليب، الليب هي اللي توفر الانكورج. على مود ابسط الموضوع، على مود ابسط الموضوع، المكان اللي ينطيني انكورج اللي راح يكون هو الثابت او اللي ما يتحرك على اساسه نسمي الانكورج. مثلا مثل ما قلنا قبل شويه اذا بدنا نستخدم احنا الاوكسيبيتال بون، الاوكسيبيتال بون هي الثابته والتشن او الماكزيلا هي المتحركه، فاذا انا شو اسمي هذا انكورج؟ راح اسميه اوكسيبيتال انكورج. بهذا المثال اللي عندنا هنا الليب هي اللي منطتني الانكورج، فاذا مصل هي اللي منطتني انكورج، فاذا انا راح اسميها ماسكلتشر او ماسكولر انكورج. اوكي اسم الانكورج هو تابع للمكان اللي دا ينطيني انكورج. مثال ثالث، اذا كان جاي من النك
الانكورج مالتنا. اوكي هنا احنا بدنا نستخدم النك ك انكورج بالمثال اللي شفتوه. خلينا نمسح هذني الشغلات. هنا النك، فاذا سويناه سميناه سيرفيكال انكورج. اوكي فاذا المكان اللي ثابت اللي ما يتحرك او المكان اللي نسميه هو الانكورج هو على اساس نسمي هذه انكورج. اوكي اذا من يجي لك على هذا بيجي لك هاي الصوره، تجي لك مثلا بالامتحان هاي الصوره تقول لك يعني هذا الانكورج شنو نوعه اوكي او شو نسميه. الى اسمين، هو سيرفيكال انكورج، وثاني شغله على مود توضح لي اكثر راح تقول لي هو اكسترا اورال انكورج. اوكي اذا سالتك شنو الموفينج يونت بهاي الابلاينس، الموفينج يونت انسايد البيشنت ماوث اللي هن التيث. اوكي فاذا الموفينج يونت اللي هن التيث. اوكي الانكورج يونت اللي هي هاي البون سيرفيكال انكورج او المسكليتشر النك هي الانكورج. اوكي هسه لحد الان واضحات؟ اكو احد عنده سؤال؟ تمام ننتقل للموضوع الواضح. هسه اذا صنفنا بالمناسبه توضيح، احنا كل شويه دا تلاحظون باخر محاضرتين دا نحكي عن طريقه لتصنيف ماشي او classification of anchorage. احنا هسه دا نصنف الانكورج، يعني ممكن تكون هي اكسترا اورال او انترا اورال ماشي، حسب انه هي انسايد البيشنت ماوث او اوتسايد البيشنت ماوث. هذا الموضوع بدنا نحكي عليه، بدنا نسوي كلاسيفيكيشن للانكورج، لان الانكورج هوايه لها اشكال، فعلى مود احنا نقدر نتواصل بيناتنا احنا الاطباء راح نقول له اوكي انا دا استخدم هنا سيرفيكال انكورج. اوكي انا وصلت لي فكره انه سيرفيكال انكورج معناته احنا بدنا نستخدم في شيء اسمه اكسترا اورال انكورج، وبعدين من ذاك الوقت انا راح افتهم من وين دا تيجي الانكورج مالتنا. اوكي اما مثلا اذا صنفنا الانكورج مو انسايد واوتسايد، يعني مو حسب السايت مالته، حسب اليونتس اللي بدنا نستخدمها، ايش قد عدد اليونت اللي بدنا نستخدمها ماشي. بدنا نستخدم سن واحد بالانكورج سميناه سمبل او سنجل او برايمري، بدنا نستخدم مجموعه من الاسنان سميناه كومباوند، بدنا نستخدم رينفورسد فشيء اضافي اخر سميناه رينفورسد انكورج. اوكي فاذا هسه هذا الكلاسيفيكيشن اللي هو الكلاسيفيكيشن الخامس اللي حكيناه هنا همينه بدايه المحاضره اللي هو هذا السنجل والكومباوند والرينفورسد. اوكي هذا الكلاسيفيكيشن. اوكي هنا سوينا كلاسيفيكيشن اكوردنج تو نمبر اوف يونتس. على مود اوضح لكم هاي الامور، من يجي سؤال اوكي انت تلاحظون هوايه انا دا اقول لكم عن الاسئله لانه اريدكم تجيبون درجات للفاينل. باي ذا واي اللي هسه من هذا السمستر من هسه يركز بالابلاينسات اللي تجي له بالاورثو، يركز بالمحاضرات، يراجع نفسه بطريقه قرايته، ترى اكو بعد 70 درجه موجوده قدامك. حاليا احنا بس 30 درجه انحطت اللي هي درجات الميد ودرجات السعي مال الفصل الاول، فحتى لو تجيب صفر بيهن هذني مال الامتحانات اللي سويناها والكويزات والحضور ذني لو تجيب بيهن صفر اوكي فانت تقدر تنجح هسه بس بمجهودك هسه. فيا ريت ركزوا بالمحاضرات، ركزوا على الهنتات اللي دا اقول لكم اياها ماشي، لان ممكن يجي من عندها الاسئله. اوكي وركزوا بالشغل مال المختبر اوكي، لان ثقل ماده الاورثو كلش هوايه وانا اريدكم تحصلون درجات زينه. اوكي اي شخص ما مفتهم شغله اعيد لي اياها 10 مرات الى ان توصل الفكره مالتكم. اوكي فيا ريت طلاب ركزوا لنا بالماده. اوكي ركزوا بالماده هذه
وحاولوا همينة تفتهمون هاي المادة هسه حاليا بين الثلاث محاضرات هي أنكرج، هي تعتمد على الفهم. أنا متشن طالب مثلكم ما افتهمت المادة، فلذلك أريدكم أنتوا تفتهمونها. أوكي ما تصيرون مثلي متشن طالب. أوكي الأنكرج يونت هسه اللي راح نحكي عليها according to number of units، يعني من أجي أقول لك classification مال أنكرج according to the number of units ماشي divided to. تذكر لي ذن ثلاث نقاط دكتور، هي single و compound و reinforced. مو تقول لي هو classification مال anchorage وممكن يكون extraoral و intraoral وممكن يكون ماشي stationary وما ادري شنو هاي. لا لا تذكر لي النقطة اللي أنا بدي أقول لك إياها. فلذلك أنت من تشوف هسه السلايد، وهذا السلايد نفسه already مكتوب بالبي دي اف مالتكم، بي دي اف واضح. أنا أجيب لك سؤال من البي دي اف. فإذا من دا نحكي number of units أوكي هو single or a primary anchorage، وعندنا compound anchorage، وعندنا reinforced anchorage. اوكي هسه راح نمشي على وحده وحده. السنجل anchorage اوكي هنا السنجل anchorage مثل ما قلنا هو single، معناتها ده يجي من شنو؟ ده يجي من single tooth. ركزوا لي بهاي، هنا يقول لك the resistance provided by single tooth with a greater alveolar support is used to move another tooth with lesser alveolar support. هنا ده تلاحظون هاي الصورة، هنا هاي premolar اوكي وهذا molar اوكي. هنا البريمولر هاي هي الموفينج يونت، والمولر هنا هو الانكورج يونت اوكي. اذا احنا بهذا المثال اللي تشوفونه هنا، هاي الصورة هنا اللي راح يتحرك هو البريمولر اللي داير مدايره هو الفيلر سبورت مالته، بس الالفيلر سبورت مالته اقل من المولر. تعرفون المولر بيها خاصة المانديبولر مولر بيها تو روتس، ميزيال وديستال روت، اما البريمولر هو سنجل روت بي. اذا ارسم لكم اياها وانتم تعرفوها هنا راح تشوفون انه هذا هاي شنو هاي بس ارسم هذا متعب هنا تشوفون احنا هذا مو روت، هنا بدنا نحكي هذا البري مولر، اما المولر بي هذا الروت وهذا الروت. واضح يعني هسه؟ تلاحظون هنا انه عندي تو روتس بالمولر وعندي سنجل روت هنا. اذا الالفيولار سبورت اللي بالمولر اكبر من الالفيولار سبورت بالبري مولر، لان احنا اصلا حاكين من البدايه انه الالفيولار بون، قبل شويه حكينا الالفيولار بون هو عباره عن بون يعني سراوندينج الروت مالتنا. فاذا هذا هسه اذا تلاحظون هذا البري مولر حيتجه بهذا الاتجاه، وهنا المولر راح تحاول تعاكس الاتجاه مالته. بس خلي نرسم فد شغله، نرسم هنا سهمين مقابل سهم واحد هنا اوكي. ليش؟ لان هنا البري مولر حتتحرك اكثر من المولر. ليش حتتحرك اكثر؟ لان الالفيولر سبورت مالتها اكبر، المولر ثابت اكثر بالبون، اما البري مولر اخف من عنده واضعف من عنده. فاذا البريمولر راح يرجع لي ورا. تمام؟ هنا أنا بهاي الحاله لما بدنا نستخدم توث واحد نسميه سنجل او برايمري انكرج. هسه لحد الان واضح؟ ننتقل للوراها. هن ثلاث شغلات. الكومباوند انكرج من اسمه compound، compound معناتها more than one tooth. اوكي يعني هسه انتم حاليا من تشوفون
إذا تلاحظون هنا إن هنا more than one tooth with greater support is used to move teeth with less support. هسه شوفوا لي هنا هذا حاليا احنا ايش بدنا نسوي؟ هذني عندنا بدنا نسوي ريتراكشن للانتيريور تيث. اوكي ريتراكشن للانتيريور تيث هنا معتمدين على شنو؟ معتمدين على هذا المولر ومعتمدين على البري مولر ومعتمدين على الكيناين. هذني الثلاث اسنان يعني حيصير يونت وحده ماشي اللي هن راح نسميهن الانكورج يونت. اما الاسنان اللي حيتحركن الموفينج يونت اللي هم ذني الانسايزرات الاثنين. طبعا هذا الحكي كله بالاذر سايد نفس الشيء حيصير. الاذر سايد نفس الشيء راح يصير. اذا هنا الانكورج مالتنا جاي من ثلاث اسنان وليس من سن واحد. اذا هذا اللي يسموه compound anchorage. اوكي احنا هاي اخر 10 دقائق راح نحاول نخلص المحاضره بيها. عندي reinforced anchorage. هنا reinforced anchorage الانكورج يونت is reinforced by the use of more than one type of resistant unit. يعني هنا حنستخدم more than one type, more than one tooth, more than one type. اوكي هنا إذا تلاحظون هاي الصورة ما أعرف إذا أكو أحد لاحظ بيكم فشي غريب بهاي الصورة. هنا إذا تلاحظون هنا تشوفون هذا السبورت هنا موجود هذا المكان خلنا نحط لكم سهم عليه. تلاحظون هذا السهم هسه صاير على فد شغلة. هذا من يعرف هاي شنو؟ أحد يعرف شنو؟ اوكي راح اعطيكم دقيقه اللي يعرف هذا. سوري بس شوية راح ينقطع عنكم البث دقيقة واحدة.
اوكي طلابنا، عاشتكم والله زين. اللي كاتب تاد واللي كاتب سكرو، اكسلنت اكسلنت، ممتاز. محمد حسين خالد، هاي ممكن نسوي فد هين في مالات اوكي. هذا الانترا اورال انكوريج اوكي، ينغرس او بي اس. حلو حلو حسين. تمبوراري عندنا خالد امينه، تمبوراري لانكج. عاشت ايدكم، هاي طبعا اكيد محاضره راح تكون على تمبوراري لانكج ديفايسز. اذا الجواب هو هذا، هي تاد او تمبوراري لانكج ديفايسز، نوبات نسميهم ميني سكرو، ميني تاد، ماشي، ميني امبلانت، وات ايفر ذس. اوكي، فاذا هسه حاليا تركزون الموديل، ما بي ماكو شيء بالموديل، يعني كله هنا. اوكي انوتيشن مالتنا نتابع هسه، عندنا سنجل كومباوند اند رينفورسد. اوكي عندنا انتيرير انكلايند بلينز. اوكي تسوين ماكو حضور، ماكو حضور بالموديل، الحضور هنا. واذا موجوده ويانا بال موجوده ويانا بالزوم فهو اسمك تسجل، ها هي يعني حاضره انت. اوكي انتيرير انكورج، هذا الانتيرير انكلايند بلينز. اوكي هنا أنا هذا دا يسوي لي رينفورسد الانكورج، ليش؟ دا يسوي لي بنفس الوقت اوكي اكزيرت ا باكورد بول اون ذا ماكسيلري ابلاينس ثرو ذا ماندبل. اوكي يعني هذني تلاحظون هنا المولر، اوكي هذني امثله على الرينفورسد انكورج. اوكي هنا وطبعا مثل التاد همينه، وهذني ثلاث امثله هسه راح تجون عليها. هنا تلاحظون هذا الابر انسايزرز، اوكي بي فشي اسمه انكلايند بلينز، هذا البلين انكلايند صاير. فاذا اللور انسايزرز هنا دا تدفع الابر انسايزرز، لان هذا يسوي بايتنج بهذا الاتجاه، فدا تدفع الابر انسايزرز لينجوالي. هذا مثال انتيرير انكلايند بلين. جفت بايت بلين هذا prevent from being inclined labially. تلاحظون هنا بإضافة لي قدام هذا، هذا الابلاينس ده يمثل لي هم reinforced anchorage على مود لا تخلي الانتيرير تيث تروح labially. ثالث مثال هذا ان الريجيد labial bow، اذا تلاحظون هنا هذا labial bow اوكي engage the labial surface of the incisors at the conjunction between the middle third and cervical third اوكي في each crown، هذا هم من راح يمنع انه التيث تروح anteriorly. فاذا هذين ثلاث صور هن على مثال على reinforced anchorage إضافة إلها الميني سكرو. أوكي فلذلك إحنا حاليا بنحصل أنكوريج، بس من وين بنحصلها؟ فتشي رينفورست، فتشي إضافي. يعني إحنا غير هذا الأنكوريج اللي موجود أصلا بالأسنان، عندنا فتشي إضافي راح يكون. أوكي فإذا سموها رينفورست، فتدعم الأنكوريج مالتك وكأنما تقويها. أوكي هسه اكو شغلتين مهمات اللي هن الفاكتورز اللي افكتنج الانكورج، هاي تنقسم الى تيث when one tooth moves the others can act as anchorage unit. يعني مثل ما قلنا بالمولرات، طبعا هذا يعتمد على شنو؟ على الروت فورم، الروت سايز، النمبر اوف روتس اللي بنستخدمها. لما يكون سن بي تو روتس هو يعتبر اقوى من سن بي سنجل روت. اوكي وحسب الروت لينث، مثلا الكاناين الروت لينث مالته كلش طويل مقارنه بلاترال انسايزرز الروت مالته اقل. اوكي فاذا الكاناين اقوى انكورج ينطيني اكثر من اللاترال انسايزرز مثلا. والانكلينيشن كل ما يكون انكلايند وداخل بالبون اكثر، كل ما يكون سبورت اكثر ينطيني. اوكي اما الفاكتور الثاني اللي ياثر لي على انكورج فهو الالفيلار بون. اذا كانت الالفيلار بون ماشي هيلثي راح ينطيني مور انكورج، هاي اللي اريدكم تعرفونه بيها. اذا كانت الالفيلار بون هيلثي راح ينطيني سبورت افضل من ما تكون كومبرمايز الفيلار بون او بيها ريزوربشن. اوكي
بالنسبة للبيزل بون اللي هو مثل الهارت بلات مثل اللينجوال سيرفيس ام دماندبل اوكي هذا هم يفيدنا هوايه بالانكورج هذا هم اللي مثال اللي قلنا عليه هنا انترا اورال انكورج اوكي فاذا البيزل بون هم يمثل لي انكورج اوكي والانكورج ممكن نزيدها اخر دقيقه من المحاضره على مدنا نعبر عن المحاضره الثانيه الانكورج فاليو كان بي امبروفد باي نخلي اكثر عدد اسنان possible in anchorage unit نقلل النمبر اوف تيث بالموفينج يونت يعني نزيد بالانكورج يونت ونقلل بالموفينج يونت نسوي بند بالواير مال اورثو نسوي بندات على مود تقوي للانكورج نقلل الفورس نسويها اوبتيمم فورس يعني الفورس اللي بدنا نسحب بها الاسنان نخليها as optimal as possible يعني لازم تكون قياسها مضبوط على مود لا نضغط لا على موفينج تيث ولا نضغط على انكورج تيث اكثر من اللازم لما نستخدم انترا اورال انكورج يفضل لو نخلي وياها اكسترا اورال انكورج اضافيه اوكي على مود تساعدنا اكثر نستخدم بالاتال او لينجوال ارش مثل اللي شفناهن نستخدم انترا وانتر ماكسيلاري الاستكس بنفس الوقت نستخدم ليب بامبر اللي هو الانكورج فروم ماسكليتشر اللي قلنا عليه او نستخدم كورتيكال انكورج اللي هي مثل التاد تثبت بالكورتيكال بون فحتسوي لي انكورج اوكي حاليا عاجتيتكم وتاخرتوا على محاضره السيرجري طلابنا التحقوا بمحاضره السيرجري واللي عنده اي سؤال يبقى هنا يسالني والاذرز خلي يحولون محاضره السيرجري شكرا لحضوركم تعبتكم هوايه اليوم بس ركزوا على النقطتين قلت لكم اياها وشدوا حيلكم ان شاء الله بالامتحانات اوكي موفقين ان شاء الله الميتينج خلص مالتنا